السلام عليكم. ازيك يا شيخنا؟ احبك في الله. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا احبك الله اكثر من 10 سنين بقطع في القران، وبعد كده ابتديت اعوض 3 مرات في الشهر بحيث اعوض 2 لبائي. بس نفسي يعني كل ما اخش في تفسير القران او احاول احفظ ما بقدرش اختم مره واحده. ايه الاولويه للثلاثه، القراءه أو الحفظ أو التفسير؟ إن استطعت أن تجمع جمعت، حفظت شيئا وتلوت شيئا وقرأت تفسير شيء، إن لم تستطع فركز في الحفظ إن شاء الله تفلح بإذن الله. واللي فات علي في 10 سنين، واللي فات ننساه بقى خلاص، يعني اللي فات نعمل إيه يعني، نجيبه منين؟ ما تقول لي عوض في موقات. ما أنا بحاول أعوضه. طيب عوض واستدرك، ذاكر القرآن، احفظ. يعني تقصد حضرتك ان التفسير اولى من القراءة؟ لا، انت مش فاهم كده. بقول لك اجمع، ان استطعت ان تجمع جمعت، تلوت بعض الوقت، حفظت بعض الوقت جديدا، قرأت التفسير بعض الوقت. ان استطعت ان تفعل ذلك فهو حسن، عجزت ركز على الحفظ. الحفظ مش القراءة، ركز على الحفظ.